بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في محاضرة من محاضرات المكتب الفني، هنتكلم عن إيه التشطيبات وإزاي نحصرها وإيه أنواع التشطيبات وإيه أبعادها وإيه الفرق بينها. ولكن مثلا نخش في أول حاجة عندنا كده الأعمال المبنية بتاعتنا. في شوية حاجات قبل ما نتكلم في المباني ونحصرها، قبل ما نخش على الرسم نفسه نحصره، نتأكد من شوية حاجات وحاجات لازم نراجعها. أول حاجة بنراجع الأبعاد بتاعت المسافات الأفقية بتاعتي. عندي المسقط بتاعي الأفقي اللي هو الرسمة الأفقية بتاعتي، براجع أبعاد الحوائط، براجع أبعاد الشبيك، الأبواب، براجع كل حاجة عندي عشان محصر أبقى حاصر من اللوحة صح 100%، تمام؟ عشان ساعات بيكون في أخطاء في اللوحة نفسها، فطبعا عشان تتفاداها بتعمل إيه؟ بتراجع اللوحة قبل ما تشتغل. لو أنت طبعا شغال شغلك بقى دوت وأنت شغال عليه، فأنت طبعا مراجع ومتأكد من شغلك. تاني حاجة بتحدد نماذج الأبواب والشبابيك بتاعتك عشان طبعا تخصمها من الإيه، من الكمية بتاعتك، وتراجع القطاعات المعمارية ولوحة التسليح بتاعت إيه الأسوأ. طبعا القطاع المعماري مثلا وليكن مثلا قطاع الباب الشباك وقطاع العمود مثلا موجود فين، وتراجع اللوحة بتاعت التسليح نفسها في إنشائيا يعني، عشان تبقى عارف كل حاجة في اللوحة، عشان تبقى انت برضه عارف فين ابعاد حصرك، تبقى انت عم تأكد ان انت بتحصر وبتحصر صح. طبعا بتروح تشوف الاعتاب بتاعتك قد ايه، سمكها قد ايه، وطولها قد ايه، الاعتاب اللي هي بتكون فوق الباب او الشباك، تمام، اللي هي بتشيل ايه الحيطه مثلا، بتشيل الجزء بتاع الحيطه اللي هو فوق الايه الباب او الشباك. وتحدد طبعا نماذج الاعمده وطولها. طبعا انت ما بتحصرش من لوحه المعماري، بتحصر مش المعمارة الأساسية، تحصل من لوحة المعمارة الأساسية بعد التعديل عليها. طبعا أخدت لوحة المعمارة العادية، عملت تحليل إنشائي وطلعت خطوات العمدة، ترجع تحط قطاع العمود الأساسي بقى الجديد بتاعك اللي هو هيتنفذ، وبعدها تبدأ تعمل الحصر بتاعك. ليه؟ لأن قطاع العمود بيزيد عندك، فطبعا الحصر بتاعك هيقل، تمام. ولكن مثلا لوحة زي ديت، دي لوحة سكاشن معمارية، طبعا الحيطة عندك واخد مثلا فتحة شباك، وعندك الكاميرا وعندك السقف، نفس الكلام هنا بيديك القطعات هتحصل عليها وارتفاع الحائط بتاعك والدنيا ماشية عندك ازاي عشان تبدأ ايه تحصل. وده البلان بتاعك بتراجع، وطبعا بتراجع ابعاده في مكان الشبابيك والمساحات بتاعتك، وهل الاطوال صح ولا غلط، اتأكد من الاطوال بتاعتك كده كلها 100%، وسمك الحائط الداخلي والخارجي عشان تكون داخل على الرسم وانت متأكد ايه من الشغل بتاعك. هنتكلم بقى على انواع الحصر للمباني. في حصر يكون متر مكعب وفي متر مربع وفي متر طول. امتى بحصر مباني على انها بالمتر المكعب؟ لو عندي سمك الحيطه بتاعتي 25 سنتي اللي هي طوبه، سمك طوبه، بحصرها بالايه؟ بالمتر المكعب. طبعا كحصر بيكون بالحجم، بيكون الحصر عباره عن ايه؟ مجموع الاطوال اللي عندك بارتفاع الحائط في سمك الايه؟ الحائط. الحجم اي حجم عندك اللي هو مساحه في الايه، في الدبس، الطول في العرض في الارتفاع. لو عندك بقى الحائط بتاعك 12 سنتي يبقى تحصر ايه بالمتر المربع اللي هو الطول في العرض بس، طول الحائط في ارتفاعه، الطول بتاع الحائط في الارتفاع بتاعه، جبت الايه المساحه المربعه من اعمال البناء. طبعا بقى لو عندك حليه مثلا، او عندك بلكونه فيها رسمه، او عندك مثلا مدامك بارزة كده، هنحسب دوت ايه؟ كان اخر شغل ديكوريشن كده خارجي، هنحسب دوت الطول، المتر الطولي بتاعك. طبعا عندك في شوية حاجات كده بتراعيها، لازم تخصم الفتحات بتاعتك، سواء بقى كانت باب او شباك او بوابة، مفيش اي مشاكل. وطبعا ارتفاع الحيطة بتوقف على بلاطة السقف ازاي؟ لو مثلا عندك فلات سلاب، بيكون عندك ارتفاع الحائط من أرضية السقف اللي أنت واقف عليها كده لحد وش إيه؟ بطنية السقف بتاعتك. لو عندك طبعا سوليد سلاب بقى بيكون منين؟ من الأرضية لحد إيه؟ بطن الكاميرا، طبعا بيفرق معاك ارتفاع من السوليد سلاب والفلات سلاب. وليكن مثلا هنشوف إزاي بنحصر أعمال المباني. نجي في المسقط بتاعك الأفق كده، وتبدأ تحصر أطوال الحوائط بتاعتك، سواء بقى حيطة على طوبة أو نص طوبة. لو نص طوبة نحسبها على إنها إيه متر إيه مربع، لو إيه طوبة متر مكعب. تبدأ تحصر أطوال الحوائط بتاعتك اللي هتبنيها، تمام، وفي الآخر تضربها في إيه، في ارتفاعها
جبت المساحه وليكن مثلا حوالي 12 سنتي، ضربت ايه الطول في العرض بتاعك، جبت المساحه اللي انت هتبنيها. طبعا انت بتكون عارف مثلا في المتر المربع في كام طوبه والمتر المكعب في كام طوبه. تعالوا كده نحسبها، وليكن مثلا كده عندنا في المتر المربع هجيب الوش بتاع الحيطة عندي كده، الوش بتاع الحيطة يكون مثلا كده، مثلا الحيطة عندي كده، وليكن مثلا هنستخدم آلة حاسبة في الكلام ده، حيطة عندي كده في مداميك عندنا كده، وليكن دوت ميدناك طوب كده، دوت طوبة. فبعمل ايه؟ هقسم مساحة الحيطة اللي عندي ديت كلها ارتفاعها في عرضها على مساحة الطوبة الواحدة، هيديني ايه عدد الطوب الموجود عندي هنا. في الأول عاوز أجيب مساحة الطوبة الواحدة، وليكن مثلا أجيبها ازاي؟ طبعا عارف عدد الطوبة عندي 12 في 6 كام؟ 25. ساعات بزود على 25 سنتي وال 12 سنتي وال 6 سنتي. ليه بقى؟ في عندنا رميز بين كل طوبة وطوبة بتاعت الايه؟ المونة. فبزودها من هنا وهنا لانك بتقسم على المساحة الكلية. لو زودتها ما باخدش حساب للهالك، لو ما زودتهاش يعني لو زودت عندي العراميس ديت السنتي بتاع العراميس ديت لازم اجيب عندي ايه؟ احسب نسبة الهالك بتاعتي. لو ما زودتهاش يبقى انا خلاص ضيعتها في الهالك، يبقى خلاص اللي انت ما حسبتهاش ديت هي بالهالك. طبعا الهالك بيكون عبارة عن ايه؟ قلب اتكسر، قلب وقع، قلب وقع من العربية وهو جاية، نفس الكلام ده. هنشوفها طبعا مساحة الايه؟ القلب كام؟ هيكون 25 في كام؟ في 6 يبقى 6 سنتي، 25 سنتي هيطلع كام؟ 15 من قلب. هنشوف المتر المربع الواحد فيه كام طوبة؟ 1 على 15 من قلب ادينا كام طوبة؟ وليكن 67 طوب. هنشوف بقى لو احنا ايه؟ لو احنا ضفنا السنتي بتاع العراميس هيكون مثلا 7 سنتي في 26 سنتي هيطلع كام؟ هيطلع عندي 182 من 10000، يبقى 1 على 182 من 10000 كده يطلع بيساوي كام؟ 55 طول. ده لو زودنا السنتي ايه بتاعنا، ولكن خلينا نشتغل كده ان احنا نزود السنتي بتاعنا 55 طوبة في المتر المربع الواحد. نشوف بقى في المتر المكعب كده، طبعا عندك حجم حيطة، احنا بالحجم بقى هنقسم الحجم الكلي على حجم الطوبة الواحدة، هيدينا ايه عدد الطوب الموجود في الحيطة اللي بالمتر المكعب اللي هي 25 سنتي. حجم الطوبة الواحدة كام؟ ولكن برضه هنزود الايه؟ السنتي بتاعنا 700 في 13 اللي هي 12 زائد 1 سنتي عرموس في كام؟ 26 اللي هي 25 سنتي. بعد الطوبة زائد سنتي بتاع العرموس هيساوي كام؟ 23,666 من كام؟ من 100 من مليون، يبقى 1 على 23,666 كده هيطلع عندي كام طوبة؟ 443 طوبة في المتر الايه؟ يبقى هناك 55 طوبة في المتر المربع، هنا 423 طوبة في المتر الايه؟ المربع. تمام؟ هنروح بقى للشغل بتاعنا كده. وليكن مثلا حيطة من دول كده، هفتح اي رسمة عندي وابدا احصل عليها ايه؟ اعمال الطوب بتاعتي. وليكن مثلا كده بلان زي دوت، نفترض مثلا دي الحوائط هناخدها عندنا مرة نطلعها كده، ناخدها نعمل لها سلكت نطلعها بره كده، نبدا عندنا نظبط الاطوال ايه اللي انا هبنيها. طبعا
طبعا ده المسط عندي اشيله طبعا كده. هل دي اشيلها طول لان اصلا مش ايه مش هحصرها. طبعا ماشي الباك. هبدأ انضف الرسمة بتاعتي كده، اوصل ايه هنا كان في عمود، اخلي على وش العمود بس اللي موجود، كل ده اتقطع. يعني هدعم التريم كده مثلا، هعمل خط هنا كده مثلا، اشيل ده كده مثلا، واشيل ده، اشيل كده. اول شيء عندي الاطوال اللي هي جوه مقفله على ايه، على بعد عندي كده، واجيب ده قصاد ده، ده كده قصاد القطاع ده كده، واعمل كله زي ما انا شايف كده. اجيب بس الاطوال الكليه اللي انا ايه هحصرها. طبعا الامر توتال لينس موجود طبعا. بجيبه ازاي؟ تولز كده، نود ابلكيشن، واعمل له نود كلوز، وبعدين تي انتر، واحدد الشكل بتاعي وانتر، هيجيب لي الطول الكلي بتاعي. دي مجموعة الاطوال الموجودة هنا اقسمها على اتنين. ليه اقسمها على اتنين؟ لان ديت ايه بيحسب الايه طول كل بعد موجود عندي. اقسم على اتنين هيديني ايه اطوال الحوائط اللي انا هبنيها بتاعتي، وليكن مثلا كلها 12، هقسم الطول اللي جالي على الاثنين واضربه في كام؟ في ارتفاع الحائط، هيديني ايه؟ هيديني المساحة بالمتر المربع اللي انا عايزها، هضربها في 55 طوبة، هيديني عدد ايه؟ الطول الموجود عندي كله، تمام؟ لو بالمتر المكعب هضربها في كام؟ 542 طوبة، 523 طوبة. اقعد بقى الطوب الكل بتاعي. روح بقى لشغلنا كده. هنتكلم بقى في اعمال حصر البياض. اول حاجه البياض عندنا دايما ماشيه بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص في الحصر. طبعا اعمال البياض بتتقاس ازاي؟ بالمتر ايه المربع بتاعنا، اللي هو بالظبط طول الحيطه في عرضها، ارتفاعها في عرضها. في بقى بياض داخلي وبياض خارجي، وليكن مثلا البياض الداخلي ازاي بحسبه؟ ازاي بحصره؟ مجموع اطوال الحوائط، كل الحوائط اللي عندي في ارتفاع الحائط. طبعا بخصم عندي الابواب والشبابيك، ده ايه من جوه بخصمها كلها، الباب والشباك عندي واخصمهم من جوه كله. ارتفاع الحائط بقى بحسبه منين بالظبط؟ بيكون من ظهر الخرسانه السفليه. شوف انت واقف فين من ظهر الخرسانه السفليه انت واقف عليها لحد ايه بطنيه الخرسانه او بطنيه البلاطه العلويه اللي عندي، يعني من مكان انت واقف لحد بطنيه ايه السقف بتاعك، تنقص منه كام؟ 10 سم بتوع الايه التشطيب بتوعك. البياض نفسه بتاع الايه السقف الداخلي بيكون ايه المسطح بتاعه اكيد طبعا. بياض السقف نفسه محطه السقف بيكون ايه عرض السقف ايه في طوله او طوله في عرضه. لو عندك سقف مايل طبعا بتحصره ازاي؟ بتحصر المسقط الافقي بتاعه اللي هو ايه الطول في عرض بتاع المسقط الافقي بتاع الظل بتاعه. لو عندك مثلا نتكلم بقى في البياض الخارجي، بيكون عباره عن محيط المبنى في ارتفاع ايه الدور. المحيط الخارجي بتاع المبنى كده، لو المبنى فيه واجهه مثلا ماشيه كده وتعرجات وكده هتعملها ازاي؟ محيط المبنى في ارتفاع الايه في ارتفاع البياض بتاعك هنجيبها ازاي مثلا كده. ده المبنى بتاعنا مثلا كده، هنجيب لاين مثلا بامر جور لاين كده، وهنلف على السقف على المبنى كده من بره. كله من بره الواجهة بتاعته كده، وليكن مثلا لافين على الواجهة كلها كده، كلها بقى مع بعضها.
طلع في الاخر كلها كده، هعمل ايه؟ هجيب المحيط الخارجي دوت كده واضربه في الارتفاع بتاع المحاره بتاعي، هيديني ايه؟ مساحه الايه المحاره بتاعتي. هجيبه ازاي هنا كده؟ هعمل له سيلكت دبل ايه اريا كده، واختار اوبجكت وسيلكت عليه انتر، هيديني ايه؟ اللينز بتاعك والطول بتاعك. هبدا اضربه في كام؟ في الارتفاع الموجود عندي كده. جبت انا ايه؟ كده انا جبت ارتفاع المحاره بتاعتي او مساحه المحاره بتاعتي. نرجع بقى نخصم، لو عندنا فتحات من بره مساحتها اكبر من 4 متر مربع ابدا اخصم ايه نصها، لو اقل من كده مش هخصمها. بحسب ازاي او بحسب منين ارتفاع المحاره بتاعتي؟ نفس الكلام من وش السقف كده اللي انا واقف عليه لحد ايه بدايه السقف التاني اللي انا ايه خلاص انتهي عنده. طبعا بخصم عندي السفل، لو عندي سفل رخام بقى او جرانيت او كده بقعد بخصمه طبعا معايا، بكون مثلا وليكن 60 سنتيمتر ببدا اخصم ايه السفل بتاعي. لو عندي طوب حراري عامل سفل كده صغير ببدا اخصم الارتفاع بتاعي عشان ما ازودش في الايه في الحصر. اعمال الدهانات نفس الكلام بالظبط نفس الحصر. يعني مثلا احنا كنا بنحسب ايه المساحه الداخليه مثلا، خلينا نروح للكال كده الاول. مثلا عاوز احصر ايه اعمال المحاره بتاعتي، هبدا اعمل ايه؟ ارسم بلو لاين كده جوه، مثلا الغرفه دي كده ده اللي هو ايه؟ المحيط الداخلي بتاع الاوضه بتاعتي. وليكن بقى في كل الاوض نفس الكلام، هجيبهم كلهم واعمل لهم سيلكت واريا دبل ايه انتر والاوبجكت سيلكت ليها كده انتر. هجيب المحيط بتاعها الخارجي كده او ممكن تبقى اللينس برضو، الطول بتاعها الخارجي كده المحيط الخارجي كله انواع الاطوال ديت واضربها في الارتفاع كده. جبت ايه؟ مساحه المحاره بتاعتي. نفس الكلام هي مساحه الايه النقاشه بالظبط، تمام. لكل بقى المبنى كده من جوه نفس الكلام بالظبط. بحسب ارتفاع النقاشه منين، ارتفاع المحاره منين؟ من ظهر الخرسانه بتاعت البلاطه الموجوده عندي اللي عليها السفليه لبطنيه الايه البلاطه العلويه. طبعا هنقص 10 سم تشطيب و10 سم الوزر بتاع الايه السيراميك اللي انا حاطه. برضه بخصم ارتفاع الكرانيش، الكرانيش اللي انا بحطها من كم الجبس. في ناس ما بتخصمهاش لانها بتعمل ايه؟ بتعملها وبعدين بتشرشرها بحته صوت كده عشان ايه؟ الكرانيش تمسك فيها كويس. في الحاله دي طبعا هعمل ايه؟ هحسب من البلاطه اللي انا واقف عليها لحد بطنيه البلاطه اللي انا ايه؟ واقف تحتها ناقص 10 سم تشطيب و10 سم ايه؟ وزن. ده بقى الاسقف بتاع الداخليه، بيكون عبارة عن مسطح الداخلي الفراغات داخل الحوض. يعني عندي بقى بحسب ازاي؟ بحسب مساحة السقف بتاعي، تمام. لو عندي سقف مايل نفس الكلام اللي هو مسطح الافق بتاع السقف، سقف مايل اجيب مسطح الافق بتاعه اللي هو من الاخر كده الايه الارضية بتاعتي. احسب مساحة الارضية هو دوت ايه مساحة السقف بتاعي المايل. لو عندي دهان خارجي طبعا بجيب محيط المبنى نفس الكلام من بره كله، المحيط بتاعه كله من بره في ارتفاع الدور، وخصم طبعا نص فتحات اللي بتكون اكبر من 4 متر مربع، لو اقل مش بخصم. بحسب الارتفاع بتاع الخرسانه ازاي؟ ارتفاع بتاع الدهان ازاي؟ من ظهر خرسانه السقف السفليه لظهر خرسانه السقف الايه العلويه. مكان ما ببتدي مكان ما بنتهي، ببتدي من الظهر بنتهي عند الظهر، ببتدي من البطن بنتهي ايه؟ ببتدي من البطن وبنتهي عند الايه؟ البطن بتاع الايه؟ البلاطه بتاعتي. في الدور الارضي طبعا بخصم نفس الكلام، بخصم السفل بتاع الرخام او الطوب الحراري او عندي اي تكسيه ثانيه بخصمها عندنا من ارتفاع الدهان. طيب لو عندي بقى اعمال دهان للشبابيك والابواب والكلام دوت، ساعات يعني في الحاجات ديت بكون بالاتفاق بقى، ممكن بالمتر المربع هحسب الحاجات دي متر مربع
احسب الموضوعيه، اقول له بس بص يا باشا انا هاخد عندي دلوقتي وليكن كده عندي 17 شباك، في منهم 10 80 سنتي و10 و7 ايه متر مثلا، هاخد الشباك اللي هو ال 80 سنتي على 200 جنيه تمام، في 10 يبقى اخدهم ب 2000 جنيه، والشباك اللي هو المتر هاخده مثلا 300 جنيه، في 7 شبابيك هجمعهم ايه وكده خدتهم بالمطوعيه تمام. وبرده في الاخر حسب الاتفاق والمواصفات اللي جايه لي. الحاله بقى اللي بحسب فيها الدهانات بتاعت الابواب والشبابيك بمتر مربع بحسبها من غير ما اخصم الازاز بتاعي طبعا، ما اجيش بقى انا ايه عندي مثلا شباك في حليه كده ابدا احسب بس الحاجات اللي هي ايه الخشب بس والبتاع ما احسبهوش اللي هو الازاز، لا لازم احسب مساحه الايه الشباك كل طوله في عرضه، ما بخصمش انا الاساس بتاعي. لو خدتها بمقطوعيه بقى لازم اتفق قبل كده قبل ما ابدا على سعر كل نموذج زي احنا قايلين من شويه النموذج ال70 والمتر، يعني طبعا كل نموذج له سعر معين مختلف عن التاني، واضرب عدد النماذج في السعر بتاعها يدينا ايه التكلفه الكليه. طبعا السيراميك عندنا بنحصره ازاي؟ اكيد بالمتر المربع مفيش اي كلام، يعني عندك لو ارضيات او حوائط ايه اللي بتحسب بالمتر الطولي في السيراميك اللي هو السفلي اللي تحت بتاع الوزر ده بالمتر ايه الطولي. ولو عندي تشكيله معينه كده او مثلا سجاده على الارض مثلا بعمل السيراميك كده اسمع على الارض دي لها سعر لوحدها خالص، بتكون ايه على حسب المقطوعيه او العدد او حسب الاتفاق. واخد المقطوعيه اقول مثلا هعمل، يجي الصنايعي يقول لك انا هعمل لك السجاده ديت مثلا وليكن مثلا ب 500 جنيه، او لو عندك مثلا عمود دائري بيكون بالاتفاق كده مقطوعيه بتعمل مثلا بشيت خرده او كلام دوت بيكون مقطوعيه او اتفاق، لكن في الطبيعي الشغل السيراميك العادي بيكون بايه بالمتر المربع حوائط او ارضيات، ولو عندك في وزر بيكون بالمتر ايه الطول. ازاي بحسب بقى كميات السيراميك للارضيات اللي هي بالمتر المربع؟ طبعا هي مسطح ارضيه الفراغات اللي هي الطول في العرض بتاعك. في ناس بتخصم 5 سنتي من الطول والعرض، ليه بقى؟ طبعا عندي الكفر بتاعي بتاع المحاره بتاعت الحوائط بيكون 2 سنتي ونص من اليمين و2 سنتي ونص من الشمال، بخصم 5 سنتي في الطول كده و5 سنتي في العرض، وفي الغالب ما بتتعملش اساسا ما بتخصمش تمام. في ناس بتخصمها وناس ما بتخصمش، وفي الغالب ما بتخصمش بجيب الطول في العرض على طول. في بقى في الحوائط طبعا بجيب ايه طول الحائط عرض الحائط في ارتفاعه، وبخصم ال 5 سم بتاعت الكورنيشة أسفل السقف ده لو عندي كورنيش، وطبعا بخصم عندي ايه الشبابيك والأبواب بتاعت الموجودة في الايه في الحائط. طبعا لو عندي السيراميك اللي هو المتر الطولي اللي هو الوزر بعمل ايه بقيس الايه المتر الطولي بتاعي، طبعا بخصم عندي الأبواب طول الأبواب الموجودة عندي عشان ما يزيدش ايه في الحصر. أعمال الرخام بقى بتاعتي هو نفس الفكرة في أعمال السيراميك، بيتقاس عندنا بالمتر المربع وبرضه على حسب ايه المواصفات، اي حاجه اي حصر عندنا بيكون حسب المواصفات وحسب الاتفاق، يعني ممكن ناس تحصر مقطوعيه ناس وحده ناس متر مربع على حسب الاتفاق في الاخر. طبعا لو عندك رخام في وزارات لازم المتر الطولي، لو بيكون مثلا سمك او ارتفاعه صغير فيكون بالمتر ايه الطولي، وبرضه بيقول لك على حسب المواصفات المصريه على حسب اتفاقنا المواصفه بتاعتك والنوع ده ايه تكلفته كام. لو عندك جلسة الشباك اللي هي الجلسة بتاع الشباك أو البلكونة بيكون بالمتر الطولي اللي عندك، متر طولي اللي هو مثلا قاعد في البلكونة كده بتحط ليك تركن ليك كده على سطح البلكونة كده ده السفلي اللي عندك. هنقيس بقى أعمال الرخام للسلالم بيكون بالمتر إيه الطولي للدرج، الدرجة النهائية بتاعتك كده طبعا بيكون لها مواصفات خاصة، يعني مثلا الدرجة النهائية بيكون 4 سنتي والقايمة بيكون 2 سنتي. وطبعا بحسبها ازاي؟ بنحسب القايمه مع نفسها والدايمه مع نفسها، يعني عرض الدرجه بحسب القايمه ازاي؟ القايمه ازاي؟ عرض الدرجه نفسها في عدد الدرجات هتديني ايه؟ مساحه النايمات، ونفس الكلام في الايه؟ في القايمات، ارتفاع القايمه في عددهم هيديك ايه؟ مساحه الحصر بتاعت القايمات والنايمات. ولو عندك بقى عندك مثلا بسطه او كده متر مربع طبعا طولها في عرضها، بسطه او حته قدام الباب يكون طولها في ايه في عرضها.
وعندك مثلا لو عندك رخام في السيفت تحت كده، حاجه في السيفت ماشيه في المبنى كده من بره، لو ارتفاعها مثلا اقل من 70 سنتي بيكون بالمتر الطولي، لو ارتفاعها عدى ال 70 سنتي بيكون بايه؟ بالمتر ايه المربع، طولها في عرضها. وبرده في الاخر كله على حسب الاتفاق بين الايه؟ بين المالك والمقاول او الصنايعي. طبعا اعمال القرميد، القرميد اللي هو الحليه اللي بتركب فوق مثلا رفرف الشباك من فوق او فوق البيت، لو عندك مثلا عامل فيلا كده على شكل هرميه من فوق، فبعمل ايه؟ قرميد اللي هو بياخد شكل كيرف كده، الاعمال الديكوريشن. في ناس بتقيسه بالمتر المربع لو المساحه عندك كبيره، لو انت مثلا عندك بتعمل سقف كامل 200 متر هتقيس بايه؟ بالمتر المربع. لو انت عندك وليكن مثلا مساحه صغيره، او مثلا فرنتور الشباك كده من فوق، عاوز تطلع على الشباك كده من فوق، بتعمل ايه؟ مقطوعيه. الكميه بتاعته بتكون ايه؟ بتحصرها ازاي؟ طول السقف في عرضه، تمام؟ طول السقف في عرضه في مصر الافقي بتاعك. في ناس ساعات بتحسب بالكورمين ده لوحده على حسب الاتفاق بين الناس. عمال الجبس بتاعتنا بقى اللي هي اللي هو الجبس، الجبسن بورد وكده، او مش جبسن بورد، عمال الجبس اللي احنا اللي هي بتكون الكورنيش اللي موجوده فين؟ مع المصيص، بيكون بالمتر الطولي. يعني متر ايه؟ متر ايه كرانيش؟ متر الطولي. كل متر بيختلف على حسب حجمه، مثلا في كرانيش 20 سنتي، كرانيش 30 سنتي، كرانيش 35 سنتي، كل متر بيختلف عن المتر الثاني في الكرانيش. في حاجه اسمها قبب كده او مروحه طايره او حاجات بتكون في نص السقف عندك، دي طبعا بتحسب بالوحده، تمام؟ المصيص عندك بيكون بتحسب بالمتر المربع زي المنحرف بالظبط، طول السقف في عرضه. كده انت جبت ايه؟ حصر ايه؟ بتاع المصيص بتاعك. طبعا بخصم منها، بخصم من مساحه السقف اللي هي طول في العرض الكرانيش بتاعتي على حسب ايه سمكها الموجود. في الغالب ما بتحسبش ساعات، بس الصح ان انت تعمل ايه؟ تخصم الكرانيش بتاعتك اللي هي الفورم اللي على الجوانب الاربعه دول من مساحه السقف الكليه عشان تجيب مساحه المصيص بالظبط. طبعا حصر بقى الاعمال الخشبيه في النجاره وكده، سواء بقى ارضيات او ابواب او شبابيك او سلالم خشبيه او كرانيش خشبيه او باركيه وكده. طبعا الارضيات خشبيه باركيه بالمتر المربع طبعا الطول في العرض. لو عندك شبابيك وابواب بيكون بالوحده او بالمتر المربع لو هي كبيره، لو عندك شباك كبير او باب كبير، بس في الغالب بتكون ايه؟ بالوحده. بالوحده والعدد والمواصفه، مثلا هو كام في كام؟ كام واحد منه مكرر كده. في الاخر بجمع وبجيب الايه؟ التكلفه الكليه. اعمال السلام عندنا بقى خشبيه بتكون في الغالب يعني بياخدها كده مقطوعيه او مقاوله، تمام؟ ويكون شامله ايه؟ الدرج والبسطه والكوبيسه الموجوده عندي، كل حاجه. يعني لو خدتها مقطوعيه بتكون كلها على بعضها، مثلا القلبه على كذا، على مثلا 5000 جنيه. بيكون ايه؟ بالاتفاق يعني حسب مقطوعيه، مقطوعيه الشغل نفسه. طبعا اعمال الكرانيش الخشبيه بقى بيكون بمتر الطولي، اي كرانيش او وزر بيكون ايه؟ بالمتر الطولي عندي. اصلا الكرانيش الخشب دي بتكون فين؟ في مطابق الحمامات الموجوده عندي، مثلا وليكن عملت كده كرانيش خشب عشان بس اعمل ديكوريشن في المطبخ مثلا او في الحمام عشان الميه، وطبعا الخشب ما بيأثرش في الميه قوي، فبعمل بيه مثلا شكل ديكوري كده حلو، بحسبه بايه؟ بالمتر ايه؟ الطولي. لو المنتج بتاعي بقى بيكون ايه؟ في الباب او الشباك، ناس تعمل مثلا المطابخ دلوقتي، وبقيسها طبعا بالمتر ايه؟ نفس الكلام بتاع الاعمال الخشبيه، بقيسها بالوحدة أو المتر المربع. المتر المربع لو القطاع عندي كبير، والوحدة لو القطاعات صغيرة. وطبعا كل قطاع له مواصفات خاصة وله مقاسات خاصة بيه، بصنفه على حسب المقاس بتاعه. بحسبهم ازاي؟ لو المتر المربع بيكون ايه؟ طول كل نموذج في عرضه في العدد، طول في العرض بتاعه في العدد النماذج الموجودة عندي. أعمال الكريتال اللي هي أعمال ايه؟ اللحام الحديد. طبعا بيتقاس في الغالب بتكون بالوزن بالكيلو او المتر الطولي، ولكن مثلا عندي كوبيس السلم بيكون بالمتر ايه الطولي او بالكيلو. لو عندي اعمال سلالم كريتال بيكون بالكيلو بالوزن يعني، او مقطوعيه باخد مثلا القلبه كلها بعضها مره واحده كده بسعر معين. انت في الاخر بتقارن بين سعر المقطوعيه وسعر ايه؟ المتر الطولي الواحد، وتشوف الاحسن بالنسبه لك ايه وتشتغل عليه. ممكن طبعا تقيس الكوبيس ده عندك بالمتر الطولي عشان ايه؟ تنجز وقتك. طبعا برضه في الاخر بتقارن من ثلاث حاجات، المقطوعيه او المتر الطولي او الايه؟ او الوحده.
الاعمال الصحيه ده طبعا اللي هي اعمال ايه البلمبنج. طبعا بس المواسير عندي بالمتر الطولي، الوصلات بتكون ايه بالوحده او المتر الطولي. انت مثلا عندك البو او كو حرف تي او كو حرف ال، بقيسها بالوحده والمواسير نفسها ايه بالمتر الطولي. وطبعا الاجهزه الصحيه الموجوده عندك اللي هي مثلا الاواعد والمراحيض والبلدي طبعا الفرنجي والبانيو وغرف التفتيش، وعندي خلاطات والدش والكلام ده كله بالوحده. شوف عندك كام خلاط، عندك كام قاعده بلدي، كام قاعده فرنجي، كام حوض وش، كام حوض مطبخ، وتسعر الشغل بتاعك. الاعمال الكهربائيه بقى طبعا اللي هي الايه اعمال الكهرباء. طبعا الكابلات عندك بيكون متر طولي، طبعا بتروح تجيب اللفه بيكون فيها كام متر معين ده معروفه، والمواسير بتاعت الكهرباء طبعا بالمتر الطولي. لكن عندك بقى الوحدات نفسها، لوحات التوزيع مثلا والمفاتيح بتاعتك، و وليكن مثلا اماكن السلوك، اماكن البرايز، الكلام ده كله طبعا بيكون بايه بالوحده بالعدد. كذلك السبوتات واماكن اللمبات واماكن المراوح، كل ده بالايه بالعدد او بالوحده. هنتكلم بس دلوقتي عن ايه اعمال البلمبنج بتاعتي، اعمال البلمبنج والاير كونديشن والفاير فايتنج والفاير الارم. طبعا عندي الفاير الارم اللي هو ايه نظام مقاومه الحريق او انذار الحريق. بيكون ازاي بحصل الحريق بتاعته؟ او بيكون عباره عن سنسورز متصله باسلاك. طبعا الاسلاك بحسبها على حسب ايه الاعمال الكهربائيه بالمتر الطولي، السنسورز بالعدد، الفاير فايتنج بقى مقاومه الحريق بتكون مواسير ميه وفيها قطاعات كده بتطلع الميه حسب الانذار والسنسورز برضه. بحصل السنسورز بالوحده والمواسير بالمتر ايه الطولي. عندي الاير كونديشن، طبعا عندي ضغطات بتاعت الاير كونديشن اللي بيمشي فيها لو عندي تكييف مركزي، في عندي ضغطات بيمشي فيها الهواء بتاعي، بحسبها بالايه؟ بالمتر الطولي او بالحجم، طولها في عرضها واضرب في الطول بتاعها، يكون من جواها مجاوب على حسب الايه؟ الاتفاق. اعمال بلمبنج الصحيه اللي هي بتكون في المصعد مثلا، بتكون بالمتر الطولي، طول المواسير في ايه؟ في ارتفاع الادوار بتاعتي، طول المواسير بتاعتك كلها. ولو عندك مثلا وليكن عندك غرف تفتيش وبعدين في الاخر في الشارع مان هولز، فبتعمل ايه؟ انت اول ما خرجت من الحمام بتمشي فين؟ بتروح على المسقط مثلا، هتبدا تحسب طول الماسوره الرئيسيه بتاعه الصرف من اول الحمام كده في البلكونه، او خروجها من البلكونه، او خروجها من الحمام في المسقط لحد ايه غرفه التفتيش، من غرفه التفتيش لحد ايه المان هولز اللي بره. وبكده نكون خلصنا شويه حاجات، بس يعني في حاجات كتير احنا المفروض نتكلم عنها لان التشطيبات اصلا ما بتخلصش. يعني كل يوم بنلاقي نوع جديد من التشطيبات جد علينا، زي مثلا الجبسون بورد. دلوقتي في جبسون بورد في ناس بتعمله فرد عادي كده، وناس بتعمله طبعا فورمه او تعمله مثلا رسمه معينه. الفرد العادي عندك بيكون بمتر مربع، عندك فورمه معينه او رسمه معينه بيكون عندك ايه بالمقطوعيه او بالوحده او بالاتفاق بينك وبين الايه المالك، مش اي مشاكل. نفس الكلام البلاطات اللي هي بتاعت التغطيات بيكون بالوحده او بالمساحه او بالاتفاق، مش تفرق معاك. اعمال الرخام نفس الكلام، اعمال الازاز، اعمال الخشبيه، اعمال السقف المعلق، كل دوت انواع جديده من التشطيبات. في انواع اجدد كمان مثلا اللي هو ال 3 دي، اللي هو الاضداد 3 دي طبعا بيكون ايه بالمتر المربع. في انواع كتير جدا جدا ظهرت، فكل نوع جديد له طريقه في الحصر. اكتر من مره مثلا تلاقي مثلا تروح تحصر مثلا مثلا اعمال مثلا وليكن مثلا اضداد 3 دي، ساعات بيكون مقطوعيه وساعات بيكون متر مربع على حسب الاتفاق بينك وبين الايه المالك. تبدا تمشي الشغل بتاعك وانت كمالك بتقارن بين الحاجتين، هل المقطوعيه توفر معاك ولا المتر المربع اللي هيوفر معاك، وتبدا تقارن بين دول تقول انا عاوز بده او بده. فكون خلصنا معانا طرق حصر التشطيبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.